حضرة الرئيس، يسرني في مستهل بياني الذي ألقيه على هذا الجمع الكريم أن أرضي بما عرف عنه من اطلاع واسع على الشؤون الدولية ومقدرة فائقة في معالجة الشؤون العالمية، وإن منبر الأمم المتحدة ليشهد له بمواقفه في الدفاع عن قضية الحرية والحق من كل جوارحي باستقلال الجزائر وترينيداد توباغو وجامايكا وأوراندا وبوروندي، فإن السيادة الوطنية هي إحدى دعائم ميثاق الأمم المتحدة، وإنني حين أعود بالذاكرة إلى اجتماعنا الأول في سان فرانسيسكو لوضع أسس هذه المنظمة العالمية يزداد ارتباطي في هذا اليوم، وأنا أرى أن الأمم المتحدة قد تضاعف عدد أعضائها، وأن شعوبا كثيرة في أفريقيا وآسيا قد حققت حريتها واستقلالها، وإنه لا يحدوني الأمل الكبير أن تتكامل الأمم المتحدة بتزايد الشعوب المستقلة، وأن تمضي قدما في تحقيق الحرية والاستقلال، وأن تحول دون خرق حرمة القانون الدولي والمبادئ العالمية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وبهذه المناسبة أرى لزاما علي أن أنوه بالتقدير والإعجاب بالاتفاق الذي تم بين أندونيسيا وهولندا بشأن غينيا الغربية، وأحب أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم الشكر والتقدير للمستر يوثاند السكرتير العام للأمم المتحدة لجهوده الناجحة في إبراهيم